يا باشا ما تقولش كده، المصلحة واحدة. أنا بس كان نفسي أسلم على سعادتك قبل ما تمشي. خلاص إحنا فيها، قعدي على سعادتك نشرب قهوة سوا. طيب يا فندم، مع ألف سلامة. شفت بقى سيادة النقيب سره باتع إزاي؟ ده سيادتك اللي سرك باتع. العيال كانت خلاص مستبيعة ومستعدة تضيع نفسها. ما تبلغيش بقى، بلاش مستبيعة بلا حطها نفسها. دول ما صدقوا سمعوا كلمتين يبلوا الريق، طاروا على بيوتهم. ما هي دي مشكلتنا، طول عمرنا نفسنا قصير في كل حاجة بنعملها. أنا عارفك كويس. ما تصدقي تسمعي سيرة اليأس علشان تغني فيها، مش تحمدي ربنا على الإنجاز اللي حصل. مش لما يتحقق الأول يا باشا، لا خوف لا يطلع زي باقي الإنجازات. ما تنسيش إنك أنت واقفة مع ظابط ما نفسوش يطلع معاش بدري. ما هي دي مشكلتي معاك يا حسن باشا، دايما بنسى إنك ظابط كبير وبحس إنك من القلة المندسة. أهي دي جزات اللي يتباسط مع الصحفيين المتمردين. متشكرة يا باشا. متشكرة بالبق كده؟ مفيش أفعال؟ تعمل إيه؟ صحفية ورسملها الكلام. طيب يا أستاذة الصحفية، ممكن موبايلك بعد إذنك؟ أنا طالب منك خدمة إنسانية، ممكن؟ وأمرني يا باشا. بيتفتح. بص يا ستي، دي نمرة حماية السابق. فعلا سيادة المحافظ، ده في زمايل ليا ممكن يشتروا النمرة دي بالشيء الفلاني. لا بس انا عارف انك انت جدعه ومش هتسيب النمره، علشان لو النمره دي اتعرفت السيد المحافظ هيغيرها، وانا اساسا طلع عين اهلي على معرفة اجابها. طب امرني يا باشا من عينيا، انت عايز ايه؟ حاضر حاضر، اديني بقى فرصه امر. اتفضل. بص يا ست. الو سيادة المحافظ، ازاي حضرتك؟ كل سنه حضرتك طيب يا فندم. معاك داليا غنيم، رئيس قسم حوادث في جورنال الامل. أنا أسفة لو بزعك حضرتك في وقت مش مناسب، بس أنا كنت عايزة حضرتك في موضوع شخصي يخص بنت حضرتك. طب بالراحة عليا شوية يا فندم، أنا جايلك في الكلام أهو. أصل أنا عندي خبر إن طليق بنت، أقصد جوز بنت حضرتك السابق، أيوه العميد حسن محفوظ، كان قدم بلاغ في حضرتك وبنت حضرتك إنكم مانعينه من حقه الشرعي في رؤية أولاده. مع إن أسفة سيادتك، بس أنا ده اللي وصلني. أنا بس كنت حابة أتأكد عشان مصداقية الجورنال. إحنا أنا عارفة إن إحنا في مرحلة تغيير وزاري وإن في إشاعات كتيرة بتطلع عشان حرق المرشحين. أنا عارفة إن سيادتك أكبر من كل أنا عارفة إن... بس إديني فرصة سيادتك. ألو ألو يلا رن بقى رن بقى وخليك جدع. ايه معقوله يا سعادة المحافظ مسحت رقمي ولا ايه؟ مش عوايدك يعني؟ ايوه هو ده الكلام. معلش يا سعادة المحافظ، مضطر احولك على الفويس ميل، بس اوعدك المره الجايه هرد. الو ايوه مين معايا يا فندم؟ لا والله مش واخد بالي، معلش العده اصلها جديده ولسه ما نقلتش الارقام. مين سعادتك؟ اهلا 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 سعاده المحافظ، ازاي سعادتك يا فندم؟ عيد سعيد يا فندم. ده حضرتك والله صوتك وحشني جدا، ما سمعتوش من ايام جلسه محكمه الاسره، مش كده؟ لا باين من اخر قعده صلح في مكتب الاستاذ زكريا المحامي. اخباره ايه صحيح الاستاذ زكريا يا فندم؟ بلاغي ايه يا فندم؟ ايه ده؟ معقوله الاخبار بتوصل لسعادتك بالسرعه دي؟ ما شاء الله ما شاء الله سعادتك. لا يا فندم انا والله ما قدمتوش رسمي، انا بس كنت بسال واحد صديق ليا في النيابه عن اجراءاته. سعادتك حط نفسك مكاني. تعمل ايه لما تتحرم من ضناك يوم العيد لمجرد انك اتاخرت في ماموريه شغل بتخدم بيها بلدك؟ وسعادتك راجل منصب وفاهم، يعني خدمه البلد ملهاش مواعيد. تمام يا فندم. لا سعادتك انا مش عايز اي حاجه، انا مش عايز اي حاجه يا فندم، انا كل اللي عايزه ان اللي احنا اتفقنا عليه يتنفذ ومن غير وجع قلب. انا
اسف فندم في اللفظ، بس مش هي دي الحقيقه. يعني لما تتحرم من ولادك يوم العيد مش ده يبقى اسمه وجع قلب سعادتك؟ لا اللي تشوفه فندم، اللي تشوفه سعادتك. والله هايل جدا، ربنا خليك لينا يا فندم. انا حالا هبقى عندهم حالا دلوقتي. ربنا يكرمك يا فندم، ربنا يخليك لينا. ميرسي يا فندم قوي، ميرسي ميرسي يا فندم، مع الف سلامه يا فندم. عيد سعيد سعادتك. كل ده علشان كرسي الوزاره؟ طب يا رب ما تنقلها، علشان لو انت نقلتها انا اللي هتبادل فيها. الهي وانت جاهل، من باب المبنى بتاع المحافظة لتراس المبنى الاجتماعي في نادي الشمس حتف. آمين يا صافي. أنا بجد مش عايز أعرف أي حاجة عن ماضيكي. ماضيكي ده شيء يخصك ما يخصنيش. من قلبك الكلام ده يا شريف، ولا بتقوله زي كل الرجالة ما بيقولوه بعد كده يرجعوا في كلامهم تاني؟ أنا بسمع كلام ده بحس إنك أنت مصرة تحكي لي عن تجارب سيئة. يا صافي أنا مش بجاملك ولا بعملك فيفر، أنا فعلا مقتنع بالكلام ده، غير كده أبقى أناقض نفسي. أنا شايف إن الوحيد اللي من حقه يحكم على الناس هو ربنا، وهي دي مصيبة مجتمعنا، إن إحنا نضيع وقت كبير قوي في الحكم على الناس بدل ما نشوف أخطاء. ده طبعًا بافتراض كون الواحدة تحب أو ترتبط عاطفيًا، وده غلط أو عيب أو حتى حرام. حبيبي شريف، أهو بقى عشان خاطر الكلمتين الحلوين اللي أنت قلتهم دول أنا لازم أبوسك. الناس شايفانا صح؟ طب وإيه يعني؟ مش أنت اللي لسه قايل دلوقتي إننا غلطانين لو سيبنا الناس تحكم علينا؟ بس إحنا في مصر مش في أمريكا. يا ريتنا كنا في أمريكا يا شريف، أدفع نص عمري وعيش أنا وإنت في أمريكا بعيد عن الناس كلها. تقول إيه؟ نزل لحضرتك من كورس. لا ألغي دلوقتي ولا أقول لك أجل شوية. تحت أمر سعادتك. إيه يا شريف؟ يعني 20 سنة اللي قضيتهم في أمريكا ما فرقوش معاك كتير، كنت فاكر إنهم غيروك، طلعت بتاعك على روحك. جاي دلوقتي تبقى شرقي بعد ما عملت فيها متسامح الأعظم. مش كنت تسيبها تحكي لك وبعد كده تاخد قرارك، بدل ما جاي تكتشف تخلفك بعد فوات الأوان؟ مش كفاية إنها كانت عايزة تبقى صريحة معاك، عكس غيرها اللي عاملين فيهم رباط السم والعفاف ومن فيهم كل غيره. أنت ناسي إنك في مجتمع مهزوم ومتخلف وما بيسيبش حد في حاله؟ هي لو كانت خايفة من مديرها كان عندها استعداد تصالحك بيه؟ فوق يا شريف، فوق يا شريف، وما تفسدش فرحتك. ولا يكون اللي مزعلك انك اكتشفت ان لسه فيك عرق تخلف. افرح يا سيدي، انت لسه اصيل وشربت من النيل. متهيألي انزل لحضرتك المنكورس يا فاروق. الله، حتة دين صفحة أولى تنفع بوستر. تسلم الأيادي يا قمر. علي. نعم. بقول لك إيه؟ خد الشغل ده وديه الديسك، اديه لمحمد. قال له بلاش محمد، اديه لمصطفى جنزوري كويس قوي. خليه يوضب لي الصفحة ثلاثة معاه. بس ده مساحته مش كبيرة يا ريس. يا أخي مش مهم، عناوين بقى وديها، هيكسر الدنيا. أوكي. أهلا داليا. فرح صافي أخباره إيه؟ الله. مالك؟ استني بس، في إيه؟ أوعى غير. تعالي مالك، فيك ايه؟ الموضوع بقى اللي فيه انه طيب اسبقيني انت على المكتب على ما اصلي واجيلك. هات يا ابني انت، هات المصلية. حاضر، تقبل الله. شوف شغل بسرعة. حاضر. معلش يا استاذ، مش هقول لك حرما عشان انت اخر واحد تخيل ان ابقى معاه جامعة في الحرم. ما تستغليش العشم اللي بيننا يا دنيا. عموما هعتبر لك اجابه صحيحه عشان ما حدش معانا في المكتب. بس ربنا معانا في المكتب وشايف وعالم. ايه ده؟ ايه اللغه الغريبه دي؟ وحصل ايه عشان ده كله؟ هو حضرتك ما سمعتش عن العيل اللي انتحر في النقابة؟ قصدك اللي حاول ينتحر
وربنا الحمد لله ما أردلوش إنه يموت كافر. أقول لك حاجة، أنا عمري ما فهمتك وبطلت أحاول أفهمك، بس نفسي أعرف حاجة واحدة بس، هو حضرتك فاهم نفسك؟ ما تنسيش إن أنا خريج مدارس حكومة، يعني دايماً حافظ، مش فاهم؟ أنا بتكلم بجد. وأنا بتكلم جد. هو في حد في الدنيا دي فاهم نفسه؟ أنت مثلاً فاهمة نفسك؟ طب لو فاهمة ممكن تفهميني بقى إزاي واحدة زيك كان من المهم إنها تبقى من أهم الروائيين في مصر نسيت فن الرواية وتنسى أحلامها وتبقى صحفية حوادث؟ ونسيت إن حضرتك اللي أقنعتني إن معظم الروائيين العظماء كانوا صحفيين حوادث في بدايتهم؟ على شرط ما ينسوش إن هم روائيين، مش يتدهنوا في الواقع وينسوا أحلامهم. أنت عايز مني إيه بالظبط؟ لما كنتش متأكدة داليا إن أنا عايز لك كل خير كان زماني كسبت الجورنال ده من زمان قوي. يعني لازم تتكى على جرحي كل مرة وتفكرني بخيبتي؟ أنت فعلا واحد داليا، ما تنسيش نفسك. أنا متهيألي إن أنت تروحي عشان ترتاحي شوية. النهاردة أنت عندك مهمة جليلة، هتبقي سفيرة الأمة في فرح رمز من أهم رموزها. إيه رأيك إن أنا بفكر إن أنا أعمل ملحق للحكاية دي، هعمل صفحتين للصور وصفحتين تكتبي لي فيهم بورتريه عن صافي سليم، رحلة صعودها من حي القلعة إلى قلعة البيزنس في مصر. أنا موافقة، بس بشرط الصفحة الرابعة بقى تكتب لنا فيها عن قصة غرامك معاها وإزاي اديتك على دماغك وخليتك تجري وراها وتذل نفسك. هو الجري ورا المحبوب ذل؟ تالي انت اخر واحدة تتكلم عن الحكاية دي، ولا انت نسيت الحب؟ أموت وفا، أنت معلق صور الناس دي ليه؟ مش كفاية بتبيع بصورهم الجورنال؟ أنت برضو عايز تبيع بيهم الناس اللي بتخش مكتبك؟ لو أنت تصدق عشان أفتكر إني أبقى زيه، مش هي دي الإجابة اللي نفسك إن أنا أقولها عشان أنت ترتاحي؟ لعلمك بقى أنا أكتر واحد في البلد دي عارف قيمة الناس دي كويس أوي، أنا اللي عرفت أجيال الشباب بيهم بدل ما كانت الحكومة عاوزة تموتهم وتحط مكانهم رموز ميعة ملهاش أي قيمة ولا طعم، وأنت عارفة كويس ده. طيب 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 بالراحة شوية، وفر الكلام ده للقراء ولا الكاميرات، أنا خلاص حفظته. عن إذنك يا ريس. استني بس، عايز أقول لك حاجة. الله تانية. إيه في إيه؟ أوعي تأثري رقبة النهاردة في الفرح. أوعي أوعي. أمرك. لا قولي لي يما،
ينفع لما صفي تتجوز عريسها الحلو ده وتروح معاه شقته ابقى اجي اتجوز واقعد معاكي هنا في الفيلا؟ يمكن تحتاجي حاجه. لا طبعا ما ينفعش، عشان عارفه هتجيب لي واحده مقشفه. ما تستنى يا ولا لما اجوزك جوازه سوق زي اختك كده. الله، انت هتختاري لي كل حاجه ياما حتى جوازتي؟ ايه اللي بيرزع ويخبط على الصبح كده؟ تلاقي الجيران بينفضوا ولا حاجه. يا خير الحقيني يا حاجه. خير؟ ده 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 الحاج بره. حاج مين؟ يا اختي هو ايه اصله ده؟ الحاج عبد الحميد ابو ولادك. انت نسيتي ولا ايه؟ يا نهار اسود، وده عرف طريقنا منين؟ معاه بره مدام زينب والاستاذ عطا. ياما قلت لصفي ما تعرفش الواطي يا مرات الواطي، ده طريقنا مفيش فايده. ولا على ايه؟ انا نام. ايه يا جزمه؟ قوم هتنام فين؟ احترم نفسك، دول اهلك. هنعمل ايه يا نجوى؟ لا انا صراحه بقى لما شفتهم من عين الباب كده وعرفت ان هما اللي بره ما رضيتش افتح. لا عيب لي كده، ازاي ما يصحش؟ لا يا حاجه، ما انت عارفه يعني، ما انت عارفه كل حاجه. لا افتحي ودخليهم وقدمي لهم حاجه على ما نفكر في صرفه. انا نفكر في صرفه؟ لا ده انت شكلك ناس اللي عملوها اخر مره، ده انتوا عيله غريبه قوي. حرين بقى، انا ما بقتش فاهماكوا الصراحه. يلا اشربوه، انا مالي هدخله. حاضر يا اختي. حاضر. عيني عليك يا بنتي وعلى بختك المنيل، حتى يوم فرحك مش سايبك. الاسيب من الاسيب، الراجل ده ما بيتعلمش ما بيتعاسب. ايوه عارفك هتقعدي تندبي وتديها في امثال شعبيه. هنعمل ايه مع الراجل اللي بره ده؟ الحاج عبد الحميد ملك الكبده يا ده تلمد ابوك. طب ولما هو ابويا، امال اتطلقتي منه ليه وسبتيله الالعاب اللي فيها وخلعتي؟ ما تلم لسانك شويه. خلاص هلم نفسي. هنعمل ايه مع السيد الوالد حفظه الله وهو جاي يطربقها على دماغنا ودماغ اللي خلفونا؟ بقول لك يكلم اختك في الموبايل، يمكن تصحى، وهي الوحيده بس اللي بتعرف تتصرف معاه. يا ايتن انا والله اسمعيني بس، انا عارف انك انت مش عايز تكلمي قدام الولاد وانا مقدر ده جدا، بس هنعمل ايه؟ حبيت افرجهم اللعبه الجديده. ده طلع عين ابويا عشان اعرف اجيبها لك. الوقت اتاخر، هيروحوا امتى وترجعوا امتى؟ وعملت خناقه وعملت فيلم والملاي، هيلحقوا يرجعوا امتى؟ لازم يناموا بدري وانت عارف كده كويس. يا ستي مش هنتاخر. حاضر. اي اوامر تانيه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هتعملوا امشي انا ولا هترجعهم امتى؟ حاضر. اوكي باي باي. يا اولاد خلاص بقى هنسيب اللعبه ونروح الملاهي. ماما بتقول لكم اتفسحوا مع بابا وانبسطوا ونتاخر زي ما احنا عايزين. ميرسي يا ماما. يلا باي باي. باي يا علي. باي معانا. باي يا حبيبتي. بقول لك ايه يا وليه، انت ابعدي من قدام احسن، والله العظيم اكسر لك دماغك. هلاوي ما يصحش كده يا عم الحاج، احنا مش ناقصين فضايح. فضايح؟ هو انتوا لسه شفتوا فضايح؟ اوعي من قدامي بقول. ما تخليش بقى اندهلك السكروريتي. انت مجنونه وليه انت؟ عايزه تمنعيني ان انا اشوف بنتي؟ استغفر الله العظيم يا رب، وانا اقدر برضك يا اخويا؟ انا قصدي يعني لو صحيتها دلوقتي هتبهدلني. لا انت هتطلعي دلوقتي وتصحيها حالا. لا اما والله العظيم اطلع اشدها من شعرها. وعلى ايه كل ده يا حاج؟ امينه عاجبك اللي بيتعمل في ابوكي ده يا امينه؟ ايه بتبصي لي ليه؟ ابوكي جالي وقع في عرضي عايز يشوفك، كنت عايزاني اعمل ايه؟ اكثر بخاطره يعني؟ انت يعني خايفة لحسن لو حضرنا الفرح نعرف؟ لا بصي بقى يا عين اختك، انا شفت حتة فستان تحفة وايجاره ايه؟ حاجات عبيطة كده يعني. فساتين ايجار ايه يا زينب؟ هو فرح ست الكل برضو يتحضر بفساتين ايجار؟ ده مش مقامها. انتوا هتستعبطوا لي انتوا الاتنين ولا ايه؟ انت يا زينب مش واخدة مني تمن عدم حضور الفرح ده بدل المرة مرتين. اخص عليك يا صافي، هو انت بتسمي مساعدتك لاختك دي تمن عدم حضور الفرح؟ معلش يا زينب، بس الصراحه مره، بس ما تزعلش. عطا انت هتتنطط لي انت وهي كل شويه ولا ايه؟ بقول لكم انتوا الاثنين تاخدوا بعضكم كده وتتكلوا على الله، وتسيبوني بقى انا وابويا نتفاهم مع بعض. يلا يا اختي مستنيه ايه؟ حاضر يا اختي، حاضر اللي تشوفيه.
استناك يابا عشان تروح معايا بدل ما تتوح. لا يا اختي ما تخافيش، هبقى ابعتهولك مع السواق. ماشي يا اختي اللي تشوفيه، وعموما ربنا يتمم بخير. على فكره العيال كانوا هيتجننوا ونفسهم يشوفوا فرح خالتهم. معلش هبقى ابعتلهم شريط الفيديو. لا ما تتعبيش نفسك، انا اصلي باجر لهم المجلات عشان يتفرجوا على صورك. ربنا يتمم بخير يا عروسه. سلام يابا، سلام ياما، ولو شايفاني من خرم الباب اديني ببوسك اهو. تعالي يابا تعالي. نجوى هاتلنا القهوه بره. علي يا حبيبي اربط الحزام يا بابا. بابا مش انت ظابط محدش هيقدر يقولك حاجه. واحنا بنربط الحزام علشان محدش يقول لنا حاجه، ولا علشان نامن نفسنا لو لا قدر الله عملنا حادثه؟ يا عم خليها على الله، ربنا يسترها معانا. يا اولاد الايه، اضطر ادافع عن الحزام يا حبيبتي. ما علشان يعني اخليها على الله، لازم اعمل اللي عليا الاول واربط الحزام، وبعد كده اطلب من ربنا انه يسترها معايا. ماشي يا عسل، نهارك فل. جمانة ايه يا حبيبتي لغة الميكروباصات دي؟ يا عم كلنا على التسعة. الله يخرب بيت الافلام. بابا مش انت وماما منفصلين؟ صح الكلام؟ ايه يا حبيبي السؤال؟ قلت لك 100 مرة هما متطلقين، بس بيدلعوا الحكاية شوية وبيقولوا ان هما منفصلين. صح الكلام؟ يا حبيب صح. هو انا وماما كنا قريبين من بعض، وبعدين الظروف ما ساعدتناش، اضطرينا نبعد عن بعض، وبعد كده عملنا حاجة ربنا سبحانه وتعالى شرعها اسمها الطلاق، وده بيحصل لما الزوجين يبقوا مخنوقين من بعض. حبيبتي عيب كده. لما يبقوا الزوجين يعني ما يبقاش في لغة حوار بينهم. يعني لما تستحيل العشرة، يعني لما الخلافات يعني قلت لك 100 مرة لما يبقوا مخنوقين من بعض. بس ده مش معناه ان احنا مش بنحبكم، بالعكس احنا يمكن عملنا كده علشان ما تشوفوناش واحنا بنتخانق مع بعض، عشان بابا يعرف يركز في شغله ويجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه، وماما كمان تبقى عايشة مبسوطة ومش متضايقة. انت سبتها علشاننا؟ سيبنا بعض عشانكم يعني. تقدر تقول كده. لازم يقول لك كده طبعا، احنا اسفين يا باشا. بصوا حبايبي، انا وماما بنحبكم، وانا وماما ما بنكرهش بعض خالص، بس في حاجات هتفهموها لما تكبروا. دلوقتي احنا وصلنا، فهيا بنا الى عالم الفرح والبرح. يا اختي يو يا حاج، رايح فين يا حاج؟ القهوه هي يا اخويا. يا اختي ده حتى فناجيلكم مليانه عيون. يا حاج يا اخويا طب خليتني اعملها ليه وتعبتني؟ هو ايه يا اختي اصله ده؟ ده انتوا عيله متعبه من اصغركم لاكبر. ايه مشي؟ طب انا نمت عليك حيطه، تعال نشوف اختك دول اللي منكدين عليها يوم فرحها، على ما تعرفش الفرح ولا حبيبتي يا اختي اكيد يا اختي اخذ اللي فيه نصيب ومش انا كنت حاسه بره. اخرسي اخرسي يا نجم اخرسي. انت اصلك صعبان عليا، الداخل ياخد فلوس ورايح ياخد فلوس والجاي ياخد فلوس. اكتمي شويه اكتمي. قالت لك بس يا نجوى يبقى بس، مش برو 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 برو. سيبوني لوحدي سيبوني لوحدي كله. يلا يلا خلاص. ولا اتكلمت ولا فتحت بقي ولا بعرف افتح بقي في البيت.
وي جو كروك سو الفير سانتاس بليز. تقلقش يا شادي بيه كله تمام. انا ما بقلقش انا بطمن. يا استاذي العزيز ده مش اي فرح. ده فرح ولا الف ليله وليله. المعازيم ناس مهمه جدا لازم يعرفوا يسمعوا بعض زي ما هم سامعين المزيكا. مفهوم؟ مفهوم. سعادتك محتاج مني اي حاجه دلوقتي؟ زي ما فهمتك مفيش صحفيين وخاصه مصورين. نو فوتوغرافرز الاود. مفيش تصوير خالص. ولو صحفي صمم او مصور صمم تديله نمر التليفون من سميرة هي تتصرف معاه. ممكن اشوف الاضاءه اللي على الترابيزه دي؟ نزل الدمر شويه احجزوها لي. بعتهولي من الخارج من بره قال لي صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضلي. ميرسي. صباح الخير طبعا. سميرة طلعت. اوكي اتفضلي. هيا صافي وصلتي لفين؟ مال صوتك؟ صح النوم يا قمر كده برضو ضيوفك يوصلوا قبليكي؟ كله جه اللي في اوضه واللي على البيسين. بس انت يلا بقى بسرعه شويه يا ستي الماكير والكوافير موجودين وفي انتظارك والفستان معايا. ما تقلقيش انت يلا بسرعه ما تبقيش رخمه. يلا باي. ايه الاخبار يا محمد؟ كله تمام. كله تمام. عامل ايه؟ تكات محمد شيكت على كل البطاريات؟ تمام كله مشحون. ليش رئيسة كله تمام؟ شرايط كفاية مش عايزة حد يجري في وسط الشغل عشان يجيب حاجة نقصانة. الشغل مهم والناس اللي فيه أهم. الناس اللي قاعدة نجوم سياسة على فن على دين على بيزنس على كورة عايزين نقطرهم من ساعة ما يدخلوا لغاية ما يقعدوا. ولكن من فضلكم ما يحسوش بوجودنا خالص. عايزين نبقى خفاف ومن بعيد لبعيد. والناس المهمة على فكرة لازم نفصل اتأكدوا انه نفصل الصوت لما نوصل عندهم عشان الناس دي عفوية ممكن تقول كلمة كده. مش عايزين حد يحرجنا. أرجوكم ماشي. عاطف عندنا ناس كتير تغنينا عن الرقصة والفساتين يا عاطف. الفساتين دي جزء من الفرح ولازم يبقى ذكرى؟ على اساس انك هتاخد نسخه لعمتك في البيت ولا ايه؟ مش فاهم. مش قصدي. عاطف من فضلك لو عايز تهزر قول لي انا اقف مكانك. الفرح ده يا جماعه لو باظ فيه حاجه هيقعدنا في بيتنا. ده مش بس هتبقى دعايه مهمه لينا ده احنا هنبقى اول ناس في مصر بتقدم الفرح كفيلم سينما وكل الناس المهمه ابطال. دي احسن حاجه نقدر نثبت فيها الجديد اللي احنا عايزين نعمله. ارجوكوا ما تطلعونيش بسواد الوش. انا لسه بثق فيكم ولسه حاطه فيكم امل عشان توصيه الوالد ليكم عشان شغلكم الطويل معاه. ارجوكم يا جماعه ما تضطرونيش اغيركم بناس جديده وصغيره وتفهمني احسن. في اي حاجه تانية قبل ما نبتدي؟ ان شاء الله هشرفك. تشرفوني بس من غير سجاير ولا جري على البوفيه ولا تلزيق في الناس. ها حاضر. تمام اوكي ماشي. عايزين حاجه؟ شكرا. توكلوا على الله. سينما وبالثانى. ايه يا عم احنا ايه ليه رأيت الكرسي قبل ما نطلع الجبهة؟ ولا انهي اربط الحمار مطرح ما تعوز بنت الحمار. عيب عيب يا عاطف انت كبير على الحاجات دي. شفتك في المعركة ولا اعرفك. ده انا مبدأ ولا ايه؟ شفت ندل معاك ازاي؟ ده ابن 60 70. ايوه يا باشا. ايه ده؟ ده الموضوع معقرب قوي. العفو يا باشا، مين بس اللي جاب شريط زياده في الفلوس؟ لا يا باشا، دي احنا رجاله قوي وجدعان قوي وكلمتنا واحده. بس انا كنت عايز اقول يعني ان الاوتيل مقلوب. ده حتى في عربيات بوليس غير عربيات شرطه السياحه. اصل بيقولوا في وزراء وناس مهمه قوي هيحضروا الفرح يا باشا. يا باشا انا مش بقفلها ولا حاجه لا سمح الله وانا مش هعرف ادخل القاعه من اساسه. بس انا جات لي فكره حلوه. بس سيادتك عايز الفرح ده يبقى فضيحه بجلاجل؟ انا هخليه لك فضيحه بجلاجل. اقول لك ازاي يا باشا.